هنا في محافظة الحديدة غربي البلاد تضاعفت معاناة مالكي وعمال ورش اللحام بسبب الظروف الاقتصادية المتردية وتداعيات حرب الميليشيا التي فرضت من خلالها أوضاعا خاصة ليس على هذه الفئة فقط وإنما على مختلف الفئات وقطاعات العمل الأخرى. يقول ملاك الورش الذين رفضوا أن يتحدثوا للكاميرا خوفا من سطوة الميليشيا إن كلفة الحصول على الكهرباء تضاعفت بما نسبته 200% وأن ما ينجزونه من أعمال لا يفي بكلفة إنتاجه أي لا يوازي نفقات العمل. عمال كثيرون تم تسريحهم من أعمالهم في هذه الورش بسبب الغياب الكلي للكهرباء واستخدم آخرون بدائل مختلفة من مولدات الطاقة لكن السوق السوداء للمشتقات النفطية كانت لهم بالمرصاد كعائق إضافي ضاعف من معاناتهم.